السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم في واحد الموضوع اللي هو ما تسطعش راسك مع البشر. لحقاش احنا غادي نعرفوا لحقاش، غنتكلم على بعض الأشياء وغادي نحاول نشرحهم، عندهم علاقة بأنا والآخر، انت والآخر، باش تستفد مزيان الى تحتي في هاد المواقف. وبطبيعة الحال هاد الشي اللي غادي نتكلم فيه اليوم عنده علاقة بواحد الدورة كنوجد لها ان شاء الله مستقبلا، ديال 180 درجة للتغيير، هي اللي غادي تحاول هاد الدورة ان شاء الله تغير سلوكياتي ان شاء الله. بزاف ديال الحوايج غادي تساعدكم انهم يتغيروا. باش بلا ما نطول ندخل في الموضوع، واول حاجه غادي نتكلم عليها على الذي يتجاهلك، هذاك الشخص اللي كيتجاهلك. خصك تعرف ان الذي يتجاهلك هو الذي اختار الا يتواصل معك، لا تنتظره، عيش حياتك. يعني هذاك الشخص اللي كيحاول يتجاهلك، ما يتسوقش لك، ما يديهاش فيك، حتى انت كتبغي تقرب ليه وما مسوقش لك، لا ما تصدع راسك معاه، لا تنتظره حتى يهديه الله، عيش حياة ديالك ونهار غيكتب راه يهديه الله، ولا ما هداش الله ما عندك ما دير، فقط خليه ولا شوف شنو دير. هذه الحالة الاولى. نتكلموا على الحالة الثانية، مصالح الاخرين. ان لم يكن كلامك له علاقة بمصالح الآخرين لن يهتموا بما تقول لهم. شلك الكلام ديالك، النصح ديالك، الرأي ديالك، أي حاجة غتتكلم عليها، أي هضرة، أي معلومات، إلا ما كانش في مصالح الآخرين راه ما غاديش يهتموا بديك الهضرة اللي كتقول، غير دخلها في راسك وبلا ما تصدع راسك. نمشيو للحالة الثالثة. خصك تعرف أننا مختلفون، إننا مختلفون، لا تعتقد أننا خلقنا كما تريد أنت. عش وتقبل أننا مختلفون تماما في الإدراك، في الرؤية، في الاختيار. احنا مختلفين، تخلقنا كل واحد وعندو وشنو كيبغي، وكل واحد ولاش كيميل، وكل واحد وشنو كيشوف من الزاويه ديالو هو. اذا فإلا لقيتي اشخاص مختلفين معاك بلا ما تصدع راسك، راه حنا اصلا مختلفين، وهذا الاختلاف اللي حنا مختلفين راه رحمه. قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم، على القرآن الكريم، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كون خلى الله سبحانه وتعالى القرآن يديره البشر، كون غتلقى فيه اختلاف كثير، هذا يقول لك لا هذه حرام، لا يقول لك لا بلاش، هذا يقول لك لا من ديروش لا هكا، الاخر يقول لك لا. اذا غتلقى في هذاك القرآن واحد الاختلاف، ولكن الحمد لله انه من عند الله. إذن بلا ما تصدع راسك، حنا مختلفين. عفوا. عندنا الحالة الرابعة، هي لا تنشغل بالآخرين. كاين بزاف ديال الناس كيبقاو ينشغلوا بالآخر وناسي راسو. إذن لا تنشغل بالآخرين، تأتي الفرصة لكن لا تشعر بها، ربما لأنك منشغل بالآخرين ومهملا لنفسك. ركز على نفسك ودع الآخرين. كاين بزاف ديال الناس مقابل غير هذا، شنو دار هذا، شنو جاب هذا، وهاد القضيه كنلقاو حتى فيما يخص المشاريع. تلقى واحد منو عنده واحد المشروع وكيفتح حداه واحد الشخص نفس المشروع، بلاص ما يفكر انه يطور داك المشروع عنده ويدير شي حاجه ويجيب شي حاجه جديده، كيبدا حاضي الاخر وخصو يدمر الاخر، داك اللي حدا وتيبقى مركز عليه راه هو. يقدر يخسر واحد الفلوس بزاف باش يحطم الاخر،
وهذيك الفلوس اللي غتحطم بها الاخر وغتدي غير واحد الايتم خسرها على راسك. دير تكوين الناس اللي خدامين معاك، دير فورماسيون، سيم تا دير فورماسيون، عرف كيفاش نسير مشاريع الى اخره. وكاينين عاوتاني الناس اللي خارج المشاريع، حاضي حاضي هذا 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 منشغل بهذا، واو هذا جاتو فرصه، واو هذا باه سعداتو، واو هذا عنده الكليان، واو هذا عنده المال. وهديها في راسك نتايا، راه غتلقى الحل، غتلقى الحل لراسك. نمشيو للحالة الخامسة، وهي عندها علاقة بالإقناع، إقناع الآخرين. حاول، أنا ما تنقولكش ما تحاولش، حاول إقناع الآخرين، لكن اعلم أنك لست مضطرا لإقناع الآخرين. يعني أنت غير دير محاولة، ولكن راك ما مضطرش تقنع الآخر. كيف ما قلت في الأول، لأن ما كانش الإنسان اللي كتكلم معه فداك الشيء اللي كتقول لي ما عندوش فيه مصلحة، راه ما غيتسوقش لك وما غاديش يسمع لك. ولا قدرت مثلا تكلمتي مع واحد وقدرت تقنعه بسهولة، عرف بأن داك الشخص أصلا كان مستعد للإقناع، وأصلا داك الشيء اللي قلتي ليه والم الفكر دياله. لو كان عكس الفكر دياله راه ما غاديش تقنعه. هذا هو اللي ما تيبغوش يفهموا بزاف الناس. صحيح كاين وسائل الاقناع الى اخره، ولكن كنتكلمش انا على الناس اللي متخصصين في هذه المسائل ديال طرق الاقناع. كنهضر على انسان عادي ما كيفهمش في هذه القواعد. شوف انا قنعت هذا، راه ما قنعتيش، راه هو داك الشيء اللي قلتي لي كيوافق هذاك الشيء اللي كيفكر فيه هو. فقت انا بكلامك. نمشيو للحاله اللي تابعه، هي احترام الآخر. هنا غنهضر على الاحترام. إذا لم يكن الاحترام طبيعة في الإنسان، فلا خير في الذي يستر تصنعا. كاين واحد النوع بزاف تيبغي بنادم يحترمه، وهذاك الآخر ما تيحترموش، وتيبقى عليه لا خصك تحترمني، خصك ديري شي، لكن الآخر غي يحترمك تصنعا باش يرضيك، ما عندك ما دير به. إلا ما احترمكش طبيعة، طبيعة فيه هو بغى يحترمك، ما عندك ما دير بهذاك اللي غيتصنعو باش يرضيك نتايا. نمشيو مع اخر حاله، وهي مع الاخر لا تتسرع. شي مع الشخص الاخر لا تتسرع، لا في القرار، لا في الحكم، لا في رده الفعل. شي في هذا الوقت اللي كنعيشو فيه دابا، راه ما خصكش تسرع. راه التسرع خطير 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 جدا، خصوصا في هذا الوقت، قد يؤدي بك كما أقول دائما إلى ما لا يحمد عقبه. إذن هنا كنكون كملت الأشياء اللي بغيت نتكلم عليها اليوم. أكيد ما زال أشياء أخرى. إلى عجبكم أنني نتكلم على أو نعطيكم أشياء من هذه الدورة ديال 180 درجة للتغيير، فقد خدت منا بعض خدت منا واحد شوية، لكن يرى دورة مطاولة. اي واحد غيحضر ليها ولا اي واحد غيتصنت لها، ان شاء الله غادي يحصل تغيير. كنتمنى وتعطونا التعاليق ديالكم، وتشتركوا في القناه اللي مازال ما دارش اشتراك. ونتلاقاو في فيديوهات اخرى، والسلام.